المنافذ الحدودية من العناوين البارزة لأي مفاوضات تجري بين أربيل وبغداد. إقليم كردستان يسيطر على منافذ رسمية وغير رسمية. إيرادات منافذ كردستان تقدر ببضعة مليارات من الدولارات سنوياً، لذا طالبت الحكومات الاتحادية المتعاقبة بتوحيدها ضمن معايير الإدارة في بغداد. حكومة الكاظمي طالبت مؤخراً بوضع منافذ كردستان تحت إدارة مشتركة من المركز والإقليم. ومع تفاقم أزمة الإقليم المالية، تبدو أربيل ماضية في إبداء مرونة أكبر حيال تطوير اتفاق يصفه البعض بالتاريخي في هذا الملف. موضوع المنافذ الحدودية هو السياسة يجب أن تكون إدارة مشتركة بين الطرفين بغداد وأربيل وفق الدستور، استحقاق الدستوري، وأيضا هناك قانون يتعلق بكيفية إدارة المنافذ الحدودية. وفق هذا القانون من حق المحافظات وأيضا الإقاليم الاحتفاظ ب 50% من عائدات هذه المنافذ الحدودية للمحافظة أو للإقليم التي فيها منافذ حدودية، والبقية سترجع إلى بغداد. أهمية المنافذ الحدودية لكردستان لا تكمن في إيراداتها المالية الوفيرة فقط، بل في جوانب سيادية أيضاً، إذ تمنح الإقليم مساحة أكبر من اللامركزية، وهي الخصوصية التي طالما داعبت مخيلة الكرد. هناك صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية، وهناك صلاحيات حصرية لحكومات الأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في أقاليم، وهناك صلاحيات مشتركة. المنافذ الحدودية من الممكن إدارتها حسب الصلاحية الثالثة أو صلاحيات المشتركة في الإدارة، باعتبار أنه هي في المنطقة المعينة، باعتبار أنه المنطقة المعينة أدرى بكيفية إدارة هذه المنافذ. لكن من ناحية الإيراد، كإيرادات المنافذ الحدودية هي إيرادات سيادية يجب أن ترجع إلى خزينة الدولة. إقليم كردستان يسيطر على 4 منافذ برية مع إيران، هي حاج عمران وهو الأكبر، وباشماخ وكرمك وبرويس خان، فضلا عن معبر إبراهيم الخليل مع تركيا، وفي شخابور في المثلث الحدودي مع تركيا وسوريا. وعبر هذه المنافذ تمر مئات الشاحنات التجارية يوميا، فضلا عن النفط. يربط الأكراد ملف المنافذ الحدودية بملفات أخرى كملف الموازنة والرواتب، واشترطوا مؤخراً سيطرة بغداد التامة على كل منافذ البلاد قبل الحديث عن المنافذ الكردية وإدارتها. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.